من شركة تانية مثلا، تمام. سولار وورلد دي شركة سولار وورلد، تمام، مديني برضو داتا شيت. تعال نبدأ بقى ايه من قبل ما ناخد الشرح، نشوف ايه اللي مكتوب. دايما دايما اي داتا شيت بيديني اسم الشركة سولار وورلد، تمام، وبعد كده يديني الموديول بتاعها. طبعا ده تبع سان موديول بلس، ده اسمه اس دبليو 265 بولي. هنعرف دلوقتي ايه قصه بولي كريستالاين ومونو كريستالاين والكلام ده. يبقى احنا عايزين نفهم دلوقتي يعني ايه بولي كريستالاين ومونو كريستالاين. جايب لي شكل اللوح، تمام، خلي بالك من الشكل ده مهم جدا، ده الفريم او الاطار الخاص باللوح. وبعد كده جاي كاتب لي هاي كواليتي انجينيرنج باي سولار وورلد، يبقى الشركه اسمها سولار وورلد. هيبدا يديني بقى ايه شويه ادفانتجز عن الشركه ويتكلم عنها شويه، اللي هي شركه سولار وورلد، تمام. بعد كده يروح يديني البرفورمانس اندر ستاندرد تيست كونديشن. لو انت فاكر في المحاضره اللي فاتت، تمام، من يومين قلنا والله في حاجه اسمها اس تي سي ستاندرد تيست كونديشن، اللي هي بتحصل عند ايه الراديانس بيبقى 1000 وات على المتر المربع، والاير ماس 1.5، والتمبريتشر اوف سيل بتبقى 25 درجه ايه سيليزيوس. هو الراجل هنا كان لما كتب اس تي سي دي، تمام، يقول لك والله ممكن في ناس ما تعرفش اس تي سي، ادي اس تي سي اهي، دايما ادي الستاندرد تيست كونديشن بتاعتنا، ستاندرد تيست كونديشن، ستاندرد تيست كونديشن، الراديانس او الاشعاع 1000 وات على المتر المربع. احفظ الكلام ده كويس جدا، تمام. درجة الحرارة للخلية أو السيل 25 درجة سيليزيوس. الإير ماس اللي هو بيتأثر بدرجة الغيوم ودرجة أو المسافات بين اللاير اللي موجود فيها الألواح الشمسية أو المحطة، تمام، من أول الشمس لحد تمام ما توصل للوح، دي بيسموها تمام الإي إم الأمبيانت تمبريتشر، ودي خاصة بالأتموسفير والغيوم والكلام ده. طيب بيديني الخمس معاملات او شويه المعاملات اللي انا قلت عليهم المره اللي فاتت كل الناس لازم تبقى عارفاهم، اللي هو ايه الماكسيمم باور. احنا كده بناخد خصائص اللوح عشان في حاجات خدناها في الاول، وبعد كده رحنا داخلين على الانفرتر تاني محاضره. انا عندي هنا ماكسيمم باور، كان في عنوان خدته في المحاضره الاولى او الثانيه اسمه ايه اللي مكتوب على اللوح الشمسي، سلايد معاك، الماكسيمم باور سميناها بي ماكسيمم. كام يا عم الوات بتاعها؟ 265 وات بيك، يعني اقصى قيمه يمكن، قلت لك احفظ التعريف كويس جدا، اقصى قيمه يمكن الحصول عليها من هذا اللوح اللي اسمه اس دبليو، اس دبليو 265 اهو اسم اللوح ده اهو فوق اهو، اس دبليو 265، تمام، اس دبليو، اس دبليو 200. طبعا اس دبليو دي ممكن ايه ياخد هو مثلا اول حرفين، يعني انا مسمي اشرف رمضان مثلا يبقى اي ار مش عارف 200 وكام، يبقى كل واحد واخد اول مثلا حرفين من اسم الشركه، تمام، اسم الشركه سولار وورلد، وراح عامل موديول اسمه اس دبليو 265 ونوعه بولي. هو عايزين نعرف اول حاجه اس دبليو الشركه، وبعد كده 265 دي هنشوف ان هي الباور، وبعد كده نوعه بولي، تمام. يبقى احنا لو دخلنا هنا اهو بيديني 265 وات باور بيك، اقصى قدره يمكن توليدها من هذا اللوح، تمام، في الظروف القياسيه اللي هي 265، 265. بعد كده الاوبن سيركت فولتج، احنا قلنا في عندنا الباور وبعد كده في عندنا تيارين وجهدين، احفظ الكلمتين دول، في عندنا الباور وتيارين وجهدين اللي هم الاي في كيرف. في عندي الاوبن سيركت فولتج ده اقصى جهد بيبقى موجود، اقصى جهد موجود عندي اللي هو الاوبن سيركت فولتج اهو، اوبن سيركت، اوبن سيركت فولتج. طب واقصى تيار موجود اللي هو الشورت سيركت كارنت، خلي بالك في ناحيه الفولتج بيبقى اوبن سيركت، تمام، في ناحيه التيار بيبقى شورت سيركت. واوبن وشورت دي انا شرحتها في السلايدات، قلت لك لو الدايره مفتوحه بنسميها اوبن سيركت ودي بيبقى فيها اعلى جهد، لو الدايره حصل فيها تلامس والدايره قفلت، تمام، يبقى ده احنا ايه، ده احنا بنسميه شورت سيركت، تمام. حد عايز حاجه يا شباب؟ طيب يبقى انا عندي اوبن سيركت فولتج
شورت سيركت كارنت، وبعد كده عندي الماكسيمم باور بوينت في حاجتين، في ماكسيمم باور بوينت فولتج اللي هو اقصى تتبع اللي هو سميناه في او يو ام بي بي، وفي عندي ماكسيمم باور بوينت كارنت اللي هو اي ام بي بي. لو انت لاحظت ان الشورت الاوبن سيركت فولتج 37.9 من عشرة دي لازم تكون اكبر من 31.7 من عشرة. بعد كده الشورت سيركت كارنت هو اعلى تيار يحصل في حاله الشورت 9.14 من 100 امبير، لازم يبقى الماكسيمم باور بوينت كارنت اقل منه. هنا كام؟ 8.62. بعد كده الموديول افشنسي دي مهمه جدا بقى، خلي بالك خلي بالك من الجزئيه دي، من اهم الحاجات اللي بتديني ادفانتجز اللي بتخليني انا ابقى متميز عن اي شركه، قصه الافشنسي، ودي هناخدها دلوقتي بالتفصيل. افشنسي اللي هي الكفاءه، احفظ معايا موديول افشنسي لازم تدور عليها اول حاجه، لازم في اي موديول بص على الباور اللي بتطلع منه وشوف كفاءه هذا اللوح. هتلاقي معظم الشركات بتتنافس في قصه كفاءه اللوح، كفاءه اللوح الموديول افشنسي، الافشنسي يا شباب الموديول افشنسي. هنا مثلا الالواح او اللوح اللي قدامي ده من فتره كانت كفاءته 15.8 من عشره، في لوح كفاءته 16 17 18 20 واحد لحد 22.6 من عشره، وفي 23 يمكن نزل من جينكو في الفتره اللي فاتت. طيب خلي بالك من الحته دي، ده اداء اللوح البرفورمانس اندر ستاندرد تيست كونديشن. في حاجه تانية بيقول لك البرفورمانس ات 800 واط على المتر المربع ان او سي تي والاي ام تمام بواحد ونص. ايه بقى اللي حصل هنا؟ في مقياس تاني يا شباب، في مقياس تاني اقدر اشوف فيه كفاءه اللوح اللي هو ايه؟ المقياس ده بيسموه ان او سي تي تمام؟ ان او سي تي. طيب الان او سي تي ده بتبقى ايه قصته؟ بتبقى درجه الحراره برضو تمام عندي 25 للسل، بس بيكون تمام بس بيكون عندي الاريديانس 800، الاريديانس 800 واط على المتر المربع. نفس القصه هتلاقي هنا بص الماكسيمم باور هناك في حاله الستاندرد تيست كونديشن ايه اللي حصل؟ كان بيدي اللوح 265.